تحياتي للجميع. اليوم رح أحكي عن موضوع النصب في ألمانيا. النصابين كتار، ورح أحكي طريقتين جداد للنصب، احذروا منهن، انتبهوا كتير كتير انتبهوا. أول طريقة هي زي ما انتوا شايفين بالفيديو، بيجيك واحد بتصل فيك مبروك ربحت معنا، ربحت معنا 20,000 دولار، 20,000 يورو أو 10,000، ولازم تدفع، ورقمك على اللايكة، وفي كود على الرقم على السيم كارد، وانتبه، فديروا بالكو يا جماعة، هذا الرقم موجود على كل رقم باللايكة، ديروا بالكو، طلعوا منيح الرقم. هاي أول طريقة زي ما انتوا شايفين، هيك بنصبوا. الطريقة التانية هلأ جديدة، واحدة مريضة زي ما انتوا شايفين هون، هلأ واحدة مريضة بتقولك انه انا بدي اوهب مصرياتي لحدا يساعد الفقراء، شوي شوي بياخدوا معلوماتك وبيبيعوها، اذا ما بيبيعوها احتمال كبير يطلب منك الكونتو ويسحبوا مصاري من الكونتو تاعك، من حسابك بالبنك. هذا الشخص مثال، ديروا بالكم. هذا الفيديو عملته لاني سمعت كتير ناس وقعت بهاي المشكله،